انت عارف السنه اللي انت كنت بتحكي لي عنها دي اللي هي 2012 اللي الاهلي كسب الترجي في تونس 2-1 دي، ايوه ده من افضل المستويات الفنيه اللي قدمها الاهلي في دوري ابطال افريقيا في العشر بطولات اللي كسبهم على مدار تاريخه. يعني في 2012 يعني الفاينل ده بالذات يمكن افضل فاينل في العشر بطولات اللي كسبهم الاهلي كفنيا كاداء اهلي. كان على حظكم بقى يعني، يعني في العشرة فاينل اللي الاهلي لعبهم كسب بهم اللقب، يعني متهيألي ده كان افضل مستوى اداء فني للنادي الاهلي الحقيقه يعني. انا ما نشاطركش كابتن محمد برشا الراي، على خاطر النادي الاهلي في 2010 كان يعني اقوى معناها على المستوى الرياضي بالامكانيات اللي عند اللاعبين. تو 2012 احنا كنا في نحسم المقابله من الذهاب، معناها نتيجه تمام. واحد واحد تمام. كانت يعني مطمئنه طبعا، حتى انت متعادل مع الاهلي على ارضه وراح تلعب ماتش العوده عندك، ما خدمتناش معناها، تحرمنا من اثنين اظهره سامح الدربالي واريس ونافول، تحرمنا من خدمات يوسف المساكني اللي هو نعرف قيمته اللاعب هذايا، كان عمل عملية جراحية. الو خدمتناش الظروف، احنا كنا افضل يعني في 2012 يعني كي تقارن بلاعب لاعب صحيح الاهلي وقتها بوتريكا موجود كيف كيف. لا انا قصدي ان الاهلي فنيا على مدار البطوله كلها كتقييم فني، الاهلي من اعلى المستويات الفنيه ليه في افريقيا على مدار مشواره العريض والكبير ده وبطولاته الكتير دي، يمكن البطوله دي كانت من افضل بطولاته الحقيقه فنيا. ممكن ممكن 2012 ممكن انت معناها كراي، لكن انا نقول كونه احنا على المستوى الرياضي كنا النجم واحنا نتحصلوا على الكاس هذيك يعني. طبعا لا الترجي فريق كبير ودايما مقابلات خصوصاً الاهلي خصوصا في مقابله العوده يعني. طبعا مقابلات الاهلي والترجي دايما مقابلات قويه جدا، ما تقدرش يعني حماسيه وبتبيع، ما تقدرش تقول مين يكسب يعني، سواء بره ارضك او على ارضك الفرقتين كبار ويستطيعوا ان هم يعني يحققوا الالقاب. طب الاهلي هيلعب بقول لك حاجه كابتن محمد سامحني، معناتها حبيت ان نعطيك انا معناها معلومه في تفكيري انا يعني رايي الشخصي هذا ونتحمل المسؤوليه. شفت بالنسبه لي مع كل احتراماتي للنوادي في افريقيا الكل، يعني فما فريق الرجاء عنده تاريخ، الوداد كيف كيف طبعا، كيف كيف معناتها الزمالك وسان داونز ومازيمبي وكل دي انديه كبيره طبعا. لكن بالنسبة لي أنا المواجهات نتاع الترجي والأهلي هذوما الفرقتين السنين معناتها في العشرية ولا في العشرين سنة الأخيرة راهم أكثر زوز فرق معناها يتنافسوا، وأنا ديما نسميها حتى في العائلة نتاعي وإلا حتى مع أصدقائي نقول لهم راهو الأهلي نادي القرن والترجي غول أفريقي، يعني هذايا كي قالها إنسان قالها راهو مش يعني بفضلك راهي حاجة صحيحة، حاجة صحيحة على خاطر الترجي والأهلي أحسن زوج فرق توا على مستوى أفريقيا وكيف يتنافسوا، فما روح رياضية بيناتهم وفما يعني شرف الانتماء. أنت يعني أنت بتتكلم في مشوارك كانت أصعب ماتشات بتلعبها وأقواها وأحلاها بالنسبة لك ماتشات الأهلي. بطبيعة الحال يعني شوف أنا بكل صدق أول مرة نلعب ضد الأهلي المصري كانت سنة 2010 وأول مرة نلعب في استاد القاهرة. يعني شوف اليوم كيف نحكيه على نادي الأهلي يلزمنا نعطيه حقه ونعرفه اللي هو معناها نادي عريق ونادي أقوى نادي في أفريقيا، هذا راهو مش بشهادتي أنا، راهو الأرقام نتاعه وتاريخه ناس تعرف طبعاً في مصر وفي تونس، وإحنا ناس معناها رياضيين ونعرفوا يعني قيمة نادي الأهلي وقيمة نادي الترجي وقيمة الفرق الأخرى نعرفوا الشيء هذا. لكن أنا كتجربتي الخاصة رغم مواجهتي مع الأهلي أكيد كانت أقوى مواجهات في مسيرتي الرياضية فعلا. تمام. طيب كابتن وليد هسألك بقى عن المواجهة اللي جاية اللي بين الأهلي واتحاد المينستيري اللي هي معادها يوم السبت القادم، شايفها إزاي؟ انا بالنسبه لي مقابله الذهاب كنت تبعتها، واتحاد المنستيري في المواسم الاخرى ولا فريق يحترم حتى على مستوى البطوله نتاعنا، عمل نتائج تحصل على ترتيب معناها محترم. لكن شوف على المستوى المحلي حاجه وعلى المستوى القاري حاجه، اليوم نحبه ولا نكرهه المواجهه اتحاد المنستيري ونادي الاهلي مع كل يعني احترام الفريق اتحاد المنستيري السابق، انا لعبت ثلاثة مواسم وكنت قائد فريق،
نعرف الفريق هذايا بالكدا ونعرف الامكانيات اللي عنده ونعرف زاده كيف كيف نادي الاهلي ونعرف الامكانيات اللي عنده. نادي الاهلي عنده اسبقيه معنويه. الاسبقيه المعنويه في 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 برشا حالات تنجم تتفوق حتى وكان نادي الاهلي الناس تتحدث كونه مش في احسن حالاته ولا ومش صحيح. نادي الاهلي نعرف اللي عنده لاعبين الانتشار نتاعهم ديما طايح على الميدان، فما ثقافه اللي هي مغروسه معناها ثقافه الانتصار، معناها احنا نقولوها في تونس اللي عنده معناها العقليه نتاع الفوز، العقليه الانتصاريه. الاتحاد المنستيري فريق يعني مازال مش متعود بالاجواء هذيا نتاع ربيع اكيد، بس عنده الطموح بتاعه برضه اللي خلاه يوصل بطبيعه. طبعا بطبيعه الحال ومن حقه باش يطمح. راهو شوف هذايا كره قدم، يعني اليوم مش معناتها انهزم الاتحاد المنستيري يعني باش يهبط يديه، لا بالعكس باش يلعب حظوظه للاخر. ونعرفوا كره القدم المفاجات ديما موجوده، معناها مش اليوم نادي الاهلي عنده اسبقيه معناها الاتحاد المنستيري باش ينزل ايديه ويمشي يلعب مقابله، لا بالعكس يلعب حظوظه ونادي الاهلي يعرف الشيء هذايا. بس هو بصراحه برضو افريقيا يعني انت راجل نجم كبير ولعبت في افريقيا كتير سواء مع المنتخب او مع الترجي. افريقيا برضو لها خبراتها، يعني 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 انت لما تبقى نادي بتحتاج خبرات كبيره جدا عشان تقدر تقاوم في افريقيا وتكمل في افريقيا حتى لو كان عندك الطموح. ودي اتحاد المنستيري شويه ما عندوش الخبره دي رغم ان عنده الحيويه وعنده الطموح وعنده الحقيقه لعيب على مستوى عالي، لكن بان حتى في مباراه الذهاب الرهبه الافريقيه والرهبه من الاهلي، يعني يعني لاحظنا ده فما ظهرش حتى بمستوى الطبيعي الحقيقه. شوف الحقيقة أنا في حياتي العادية ولا في مسيرتي الرياضية نعرف كونه الإنسان وقت اللي يبدأ متمرس وقت اللي يعيش معناها ظروف معينة ولا يعيش مباريات ومسابقات يعمل تجربة. اليوم راهو الناس كل تعرف اللي راهو الفرق معناتها واضح ما بين الأهلي وما بين الاتحاد المنستيري. نحكي لك في تاريخ المشاركات، لكن فما فريق عنده طموح وعنده حلمة وفما فريق عنده تاريخ وعنده عراقة. اليوم الاتحاد من حقه باش معناتها يلعب المقابلة نتاع الإياب ويكون موجود ويكون حاضر، وراهو باش يدافع على ألوانه وباش يدافع على حظوظه الأخر آخر دقيقة. طبعا يعني ده طبيعي بالعكس، شيء أنا متأكد منه بالعكس، دي طبعا المنافسة الشريفة. لكن خصوصا وكونه كابتن محمد، خصوصا وكونه راهو المقابلة نتاع الذهاب سهوة في آخر دقائق كان المقابلة. ما دي الخبرة، لا دي الخبرة يعني دي الخبرة اللي انا قصدي عليها، ان الاهلي جاب الجول برضه بخبرته. الاتحاد المنستيري اتخطف برضه، يعني كان ممكن الفاول ما تعملش، يعني كان ممكن ما تعملش الفاول اساسا. لكن حتى 0-0 احنا نحكيه يعني انا كنت لاعب ونعرف نعرف 0-0 اللي هي نتيجة فخ، يعني عمرها ما كانت نتيجة مطمئنة 0-0. تمام. نادي الاهلي اليوم انتصر بسهوة من مدافعين الاتحاد، اتخطف الماتش، اتخطف هو الاهلي خطف الماتش بصراحه. طب قول لي مين من لعيبه الاهلي انت كابتن وليد الهشري بتشوفه لعيب كبير في التشكيله الموجوده دلوقتي؟ الحقيقه بطبيعه الحال الوقت الحالي يعني الشناوي نعرفه الناس الكل اللي هو حارس مرمى منتخب المصري وحارس يعني ممتاز وعنده يعني خبره كبيره، كيف علي معلول نجم تونس لاعبنا التونسي طبعا عنده المكان نتاعه، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، مجدي قفشة، اللاعب البرازيلي اللي انا لحقته ابهرني ولاعب ممتاز جدا. تمام. مجدي قفشة نتوقع كونه باش ينزل يعني في مقابلة الذهاب من اول مباراة على عكس من مقابلة الإياب. اللاعب يعني يانج لاعب ممتاز طبعًا جدا من طبعًا افضل اللاعبين اللي موجودين، من افضل لاعبين الماتش اللي كان يعني بصراحه. مظبوط، برافو عليك، مظبوط. بطبيعه الحال يعني في خمسه سته لاعبين مؤثرين اللي هما يمثلوا العمود الفقري نتاع نادي الاهلي وشيء واضح هذا بالنسبه ليا. يلزم يعني مراقبه طاهر محمد طاهر، حسين الشحات ما نعرفش حاضر مش حاضر باش يلعب مقابله الاياب، لا هو هيبقى موجود في مجدي قفشة لاعب ممتاز بس مش هيبقى اساسي حسين الشحات، بس موجود يعني في التشكيل على الدكه هيبقى موجود.
انا لاعب 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 هذاك الحقيقه يخوفني، على خاطر لما ينزل لازم تقرا له الف حساب كيف مدي لاعب عنده كيف سرعه وعنده تكتيك محمد طاهر. مظبوط مظبوط مظبوط، يعني التركيز لازم يكون عالي، وفما يعني لعيبه لو تغفل عليهم يعني دقيقه ولا اقل من دقيقه ينجموا يعملوا الفارق.